اهلا وسهلا في الموصليه الفضائيه بالنسبه للحاله الجويه اليوم الخميس مدينه الموصل راح يكون الجو غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفه في اماكن متفرقه وتكون الامطار متوسطه الشده في الاقسام الغربيه من المنطقتين الوسطى والشماليه مع فرصه حدوث عواصف رعديه طبعا لا تغير في درجات الحراره الرياح جنوبيه شرقيه خفيفه الى معتدله السرعه ما بين 10 الى 10 كيلومتر بالساعه ومدى الرؤيه من 8 الى 10 كيلومتر درجه الحراره الصغرى هي 16 لهذا اليوم ودرجه الحراره العظمى هي 30 درجه مئويه سنوافيكم لاحقا باي تغير يطرأ على الحاله الجويه توقعات زخات المطر توقع زخات المطر يعني من بدايه الاسبوع السابق الى نهايه الشهر الحالي راح تكون هناك اكو امطار متفرقه يعني حثت باربيل، حثت بدهوك، بصلاح الدين، بيجي، اطراف متفرقه من من غرب الموصل، قطرات داخل داخل مركز الموصل راح تكون تغير الاجواء متغيره يعني من من هذا الاسبوع الى نهايه الشهر الحالي.